أهلا، حياكم الله في مؤتمر الطب النفسي الدولي الخامس بعنوان مستجدات البحث العلمي في الصحة النفسية للأطفال المراهقين، فرص وتحديات الرعاية المتكاملة. سعيدين جدا ببداية انطلاق أعمال المؤتمر اليوم، بورش العمل اللي يحتضنها مركز التميز والتوحد أحد شركائنا الداعمين. غدا إن شاء الله والأيام التي تليها راح نستأنف المؤتمر عبر الإنترنت للمحاضرات العلمية اللي حتكون مقسمة على 4 أيام. حرصنا على أن نغطي أغلب الاضطرابات ونخصص يوم لكل اضطراب من الاضطرابات النفسية اللي ممكن تصيب الأطفال المراهقين. فإن شاء الله يوم الأحد حيكون عن اضطرابات النمائية، يوم الاثنين حيكون عن اضطرابات القلق، يوم الثلاثاء عن اضطرابات المزاج، وآخر يوم حنتكلم فيه عن العلاج النفسي خصوصاً العلاج الأسري. نشكر التفاعل الرائع والجميل من الحضور، وبنفس الوقت نشكر الرعاة لمؤتمرنا وعلى رأسهم مركز التميز والتوحد، وكذلك جمعية أشراق، ومركز الصحة النفسية لتعزيز مركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، وكذلك الجهة المنظمة شركة The Chapter. بالتوفيق للجميع. يسعدني المشاركة في مؤتمر الطب النفسي الدولي الخامس، أقدم فيه محاضرة وورش عمل. التقييمات التي تستخدم في التربية الخاصة مع الأشخاص والأطفال من ذوي الاضطرابات العصبية النمائية تساعد في معرفة وتحديد جوانب القوة وجوانب الضعف لهم. أشكر المؤتمر على الإنجاز العظيم الذي قدموه خلال فترة بسيطة ودعوة عدد كبير من المختصين في هذا المجال ليساعد لتنمية الأخصائيين عندنا في المجتمع السعودي وتنمية مهاراتهم وزيادة ورفع الجودة للخدمات المقدمة لذوي الاضطرابات العصبية النمائية.